تقدروا تستلموا الجثه من المشرحه وتصريح الدفن كمان. تشكر يا باشا. نادي على اللي بعده. نوفل عبد الشافي محروف، عطيات محمد عبد الرازق. حاضر حاضر. يلا يا نوفل، عايزيننا شد حيلك. معلش معلش يا اخويا. مش تفتح يا عم نوفل. خلي بالك على روحك وبلاش ترطش الكلام، والا ولا بلاش، انت راجل طيب وعارف مصلحتك كويس. هو الحقيقه بقى من ميت طنط، فكري لو نسي. مش عايزك توحشني. يلا يلا يا عم نوفل، اتكل على الله. ولا شفنا حاجة ولا عرفنا حاجة، بلاش طرطشت الكلام. أبوس إيدك أخويا. وصلوني. اتفضل. استنى يا زين. لحد امتى هتقول استنى؟ تخلص ليلة عم رزق الأول واللي رايده ربنا هيكون. وإيه اللي جابها دي كمان؟ أنت تعرفها؟ قابلتها في القسم وما سحبوني على هناك وكرموني آخر كرم. كانت معبود عليها يا رخرة ولا إيه؟ شكلها كده معرفة ضابط المباحث اللي شغال مع المقدم أكرم. وجاي تهب بإيدي. أنا عارف. زين، هات مفاتيح العربية واستنى أنت هنا مع الرجالة لغاية ما متخلص. وبعد كده خد بركة وروح مع عم نوفل على المشرحة عشان تجيب جثة عم رزق. عشان نحاول ندفنه قبل المغرب. وانت هتروح فين؟ اروح ابلغ دنيا، ده ابوها برضه لازم تعرف اللي حصل. اتفضلي. حربي؟ ازاي؟ ازيك يا استاذه؟ شكلك النهارده احسن بكتير من يوم ما قابلتك في القسم. ربنا يخليكي، دايما جابره بخاطري. معلش بقى، مكتوب علينا نتقابل في ظروف مش لطيفة. حضرتك بقى جاية تعزي ولا جاية في شغل؟ الاتنين. بس حظي اني انا شفتك بقى. اشمعنى؟ يعني يمكن اقدر اطلع منك بأي معلومات عن القضية. اصل بصراحة محدش راضي يتكلم معايا. ممكن محدش قادر يتكلم معاكي. ولا حتى انت؟ يقدر على القدرة لربنا يا استاذة. عموما لو عايزة تعرفي اي حاجة، شايفة الجدع ابو طاقية اللي واقف هناك ده؟ اسمه زين لاشر، هو الوحيد اللي ممكن يقولك على كل حاجة. بالإذن. الحق يا زين، الحق يا زين، زين ده جاي علينا. الحق الحق الحق. انت زين الأشقر؟ انا أمانين حسنين المصري، صحفيه في جورنال حق الناس. ممكن تساعدني؟ لا مؤاخذه، يعني انا هساعدك في ايه؟ يعني تحكي لي كل اللي حصل هنا بالتفصيل. ما انا شايفك كنت واقفه مع ضابط المباحث، اكيد قال لك على كل حاجه. ظباط البوليس دول ولا تاخد منهم حق ولا باطل. انا عايز اعرف تفاصيل الحكايه، اقابل ناس، عاوز اعرف الكلام اللي جواهم اللي ما بيتقالش لحد ابدا. ها احكي لي بالتفصيل بقى اللي حصل. اسمع يا عزام، انا وانت لازم نختم مسؤوليتنا من الحكايه دي. رشوان هو اللي مسؤول. البضاعه كانت في عربيه من عربياته، وانت عارف رشوان ومشاكله في السوق. لاجل اللي عمل فيه العمله دي، حد كان عايز يلهب فلوس ولا حاجه. كل الكلام ده ما يفرقش مع الباشا الكبير. بس الكلام ده لازم يوصل للباشا الكبير. اسمع يا عزام، المركب بتغرق وانا مش ناوي اغرق فيها. مش رشوان هو اللي يغلط وبعدين احنا ندفع الثمن. مش وقت الكلام ده يا عنتر. احنا لسه قدامنا مهله لاخر الاسبوع ده نعرف البضاعه راحت فين. وبعدين لو كل واحد مننا حب يخلع من الورطة دي والباشا حس، هيحس ان احنا وقعنا في بعض ومش عارفين نتصرف، ساعتها هيحملنا كلنا المسؤولية. انا رأيي بقى ان احنا نلم الدور ونحط احنا الثلاثة ايدينا في ايدين بعض لحد ما نوصل للعمل العاملة دي.
لو ما وصلناش ساعتها بقى اللي عنده حاجة يقولها يقولها. دنيا انت يا بت بت يا دنيا يا بت اصحي يا بت كفاكي نوع تفضلي نعمل بالليل يا بت اصحي يا بت بطلي وخم يو يلا يا بت الفطار هيبرد. في ايه يا دعاء؟ في ايه يا ماما في ايه؟ حرام عليكي على فكرة انا اللي جبت لنفسي كنت قاعدة لوحدي وحد بيزن عليا ولا يعرفني يصحيني من على السن نجمة. ماشي يا اختي بيت يا دنيا انت مستنية حد؟ مش عارف روحي شوفي مين. يا حربي استني بس. استنى ايه؟ انت لو جاي عشان ترجعني المنطقة دي انا مش راجعاها تاني انت سامع؟ مش جاي عشان كده. امال جاي عشان ايه يا اخويا؟ جاي عشان دنيا. هي فين؟ دنيا جوه. مين؟ حربي؟ اللي جابك بدري كده؟ خش غالي هدومك وتعالي معايا. هاجي معاك على فين؟ اصل عم رزق عم رزق؟ ابويا؟ ماله؟ ايه في حياتك؟ شد حيلك يا دنيا كلنا له. انت بتقول ايه؟ ابويا انا؟ انت اكيد بتهزر. انت اكيد بتهزر. دنيا دعاء كوبايه ميه بسرعه. ما تسيبني لوحدي. ما تخافيش يا دنيا ما تخافيش انا عمري في حياتي ما هسيبك كلنا جنبك. يا ربي. معلش يا عم نوفل مش كده شد حيلك. شد حيلي ازاي يا ست هاني؟ ده اخويا اخويا اللي ماليش غيره. منه لله اللي عمل العمله منه لله. هو انت عارف مين اللي عمل كده؟ بص يا حلولي احنا لا شفنا حاجه ولا نعرف حاجه. فضيها سيره يا اختي. عم نوفل معنى كلامك ده انك شاكك في حد. مين الحد ده؟ ما بقول لك ما نعرفش حاجه دي ما تفضيها سيره. عن اذنكم. عرفتوا مين القاتل؟ هيا يا باشا ايه الاخبار؟ عرفت حاجه؟ اتفضل سعادتك. يا جماعه التحقيق لسه في اوله لسه ما وصلناش لحاجه وكلكم بتقول لي اسمه وعارفيني كلكم. لما نوصل لحاجه هنبلغكم بيها ان شاء الله. ها يا بيه وصلتوا لحاجه؟ محدش عاوز يتكلم بس اكيد اكيد في كتير عارفين اللي حصل ومش عاوزين يتكلموا. حاجه من الاثنين يا اما بيستروا على الجاني يا اما خايفين منه. على العموم اعمل تحرياتك انت يا اكرم بيه واذا وصلت لحاجه ابقى بلغني والا هضطر ايد الجنايه ضد مجهول. لا ان شاء الله نوصل للجاني في اسرع وقت. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه.